متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بألف ألف خير كيف ما ديما. فاحنا كل نهار فاش كنبغيو نخرجوا ضروري ما كنوريكم الأجواء ديال الدار البيضاء، كنشوفوا الشوارع واش خاوية واش عامرة، كنشوفوا الناس واش خارجين ولا واش محتارمين تمديد حالة الطوارئ. كيف ما كتشوفوا أنا خارجة دابا كنشوف بأن الطريق شوية عامرة، الطريق عامرة. كنتمنى كذلك أنكم تكونوا واخدين الاحتياطات الاحترازية ديالتكم، اللي منها الكمامات، وسائل ديال التعقيم والتنظيف، وكذلك مسافة الأمان. ما نستهنوش بالمرض ونقولوا صافي راه سالة، صافي راه ما بقاش، لا، نبقاو واخدين الاحتياطات الاحترازية ديالتنا اللي كتفرضها علينا، ماشي كتفرضها، هي راه واجبة حنا خاصنا نديرو، حنا خاصنا نلتزموا بها كمواطنين باش نحميو وليداتنا ونحميو العائلات ديالنا. يا ربي ارفع لنا هذا الوباء هذا ان شاء الله، وترجع الحياه الطبيعيه كيف كانت، وان شاء الله شي نهار كيف ما كنقول ديما في المباشر، واحد النهار نلقاو زيرو اصابه، ما لقاو حتى شي اصابه ان شاء الله، وكل شيء تعافى وكل شيء يرجع لخدمته ان شاء الله باذن الله يا ربي. احنا بغينا الناس تعيش حياتها وتكون بخير وعلى خير يا رب.
سي مشيب يلا غادي لعندو راه قريب لهنيك يلا يلا صافي الله يسخر يلا صافي الله يسخر يلا صافي متابعي قناة شوف تبيك أشكركم على تتبعكم هذا البث المباشر اللي كان مباشرة من الدار البيضاء. إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر. يا ربي.